شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في منتدى فرص الأعمال التجارية والصناعية في أفريقيا، ونظم المنتدى جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية. ويشهد المؤتمر مشاركة كبيرة من الشركات المصرية، تجاوزت 120 شركة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس والغرف وتجمعات الأعمال، ومشاركة رفيعة من وفد بنك التنمية الأفريقي برئاسة مسؤول السياسات الصناعية والتجارية بالبنك. Thank you.